السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا اخوان فرزنا الافاعي السامة عنا من غير السام عشان نشوف قديش عنا افاعي سامة من نوع افعى فلسطين السامة والخطرة جدا. طبعا هاي الافاعي فرزناها بدنا نوديها عند اخواننا في الاردن. انا على اتصال مع شخص بيعمل في احد مراكز المختبرات في الاردن، وعرضنا الفكرة على بعض انه يتم تصنيع مضاد لأفعى فلسطين في الأردن، وطبعا في موافقة وفي ترخيص أخذ الشاب على انه نودي كمية أفاعي على الأردن. الكمية الموجودة عندي 25 أفعى، وفي حالة توفر عنا كمان بنحطه أو بنودي وبنصير نحوش لأنه جايين احنا على شتاء. بإمكان إنه وضع الأفاعي للصفية الجاي، ما في مشكلة، وبالصفية الجاي كمان كمية، لأنه مش بالسهولة إحضار كميات من أفعى فلسطين يعني مرة واحدة، أو إذا بدك تروح تدور عليها مش بالسهل تلاقيها إلا إحنا بنعتمد على الاتصالات. طبعا أنا قلت لهم ما بدي أي مقابل، رغم إنه انعرض علي اني اخذ مقابل، قلت لهم انا ما بدي اي مقابل بتاتا مادي، انما بدي المقابل يكون مضاد الي وللشباب اللي بيشتغلوا عندي، وبامكانهم انهم يصيروا يبيعوا المستشفيات عندنا بدل ما تكون الجرعه مثلا غاليه بنص الثمن، ومنها هم ايش بيطلعوا المخاسر، وكمان بامكانهم يبيعوها لنفس مستشفياتهم برضو بطلعوا المخاسر وبكون في عندهم برضو ربح في الموضوع، وبإمكانهم كمان تصنيع أشياء ثانية مثل الأدوية مفيدة للإنسان من سم أفعى فلسطين، لأنه سمها من السموم القوية والمعقدة وبيشتغل على أربع شغلات لما بنقرص البني آدم. وأنا الحياة المتوفرات عندي من عمر سنة لسنتين لثلاث لنقول 25 سنة. الصغار مناح بيكبروا بسرعة، بوكلوا بنتجوا سم، وفي كمان ثلاث أفاعي حراشف منشرية، يعني نقول نسبة 90% أو 95% في الأردن بتعرضوا للدغات من أفعى فلسطين لأنها صارت بكثرة عندهم، ونسبة 5% أو 3% بنكرسوا من حراشف. الثلاثة هذول ممكن يكفوا لإشي بسيط للحالات الضرورية، وإذا توفر عندي كمان راح أبعد. طبعا انا بدي افرزهم وما بدي يصير عليهم شيء، واذا اجت الموافقه واخذنا التصريح وكل شيء تمام ودخول الجسر راح اطلع انا ان شاء الله باذن الله، واحط الحياية في شيء مناسب مع مي. تعرفوا الطريق ممكن يموتوا من الحم من الضغط، بدهم برضه نقل ممتاز، وبرضه بدهم نعمل يعني اورجيهم كيف يعملوا اللي هو لهم نقول اسطول في طريقة يعني أنا بعرفها مرتبة أحسن من الخشب والهال، يحطوا فيها الحياة وكيف طعموها ونسجل التواريخ وكيف سحب السم ومتى نطعم الحية ومتى أكلت الحية بالتاريخ وكيف إخراج السم، لأنه إخراج السم مرات لما تطلعوا من حية ممكن تضيع نصه برا. في طرق أنا إن شاء الله إذا طلعت وصار في نصيب كل هاي الأمور راح تنحل. وطبعا احنا هان فرزت هان بلشت افرز ونعد الكمية شوي. ورد مش راضي تنزل من هون، اوعى تلف علي. وين راسها هي؟ وليه؟ شايفين احجام كبيرة وصغيرة؟ كلهم من نوع أفعى فلسطين. بدنا نحاول نخفف عليهم ضغط في الحوض أو سعلهم عشان هدول يقربوا حياة فلسطين. شوف فلسطين وغا عالزبالة. طبعا هذول نخليهم الكيتان مؤقتا. طبعا هم 25 أفعى بالضبط.
فيها طبعا نتفقد الحياية، نتأكد انه كلهم كل ما في فلسطين. خليها هون، دا افكر بالسطول انا اشوف شو وضعهم. هاي لازم نكلها عشان شو هالرقم يا حبيبي؟ العصا قوية. هاي ضخمة. نفكدهم. انزل عند صحباتك. تمام، شوف لي وضعها. تمام، لا هي وضعها لوز شركة. تمام، هاي لازم نطلعها. هاي الحية لازم نطلعها. هاي الحية صدناها في مزرعة قتلة كلب وكرصة خروف سكان كر. هاي لازم اطلعها ضروري. شفتوا نجس باي؟ ابعد يا محمود. شوف هاي لازم نطلعها نفرزها. جد خلص بضطر افتح على القلن. هاي لازم نطلعها نغسلها كمان. لازم تاخذ دوش. تجرب القشاطة بصير. جرب يلا. اضغط عليها من فوق. اكبس عليها. من فوق اكبس. مش هيك دغري وهيك. ظبطها عدلها. اكبس عليها هي. على الخفيف. فليت؟ فلت حالي. فلت على الخفيف. طلعت. لا غلط انت بتكبس. لا لا تخرجش حالي. هات اورجيك كيف. هات اورجيك. هيك بقى تكبس على الحلة. تثبت. بدناش تطلع سمها. خلي سمها فيها. لا لا فيش. محمود امسك الجلان وعلى الكبه وعلى الزبالة. هذول وضعهم تمام. هاي تمام. بس هاي كده. تعال خذ هذا السطل كمان. هاي منيحة وكبيرة برضو. رميها رميها. لا لا خليها هان. بديش اضغطهم. بديش اضغطهم عرفت؟ هاي فتحنا عليها شفناها؟ لا. دير بالك وضعها تمام. لوز. وهاي تمام وهاي تمام. هذا فتحناها صح؟ شفناها. فتحنا. هاي تمام اه. حكيت شو بضل عندنا؟ هذا. بيطلعوا 25. هاي فتحناها شفناها وضعها منيح. بضل عندي كمان عندي أربعة هان. هذول بتخليهم بالصندوق. أربعة هان كبار منهم أحجام منيحة. هذول شو فيهم عربية بكرة وياك. ما تكلوا هذا العربية دي. شو كيف ضل عندي حوالي 100 رفاعي غير سامي طبعا. في كمان ثلاث وين الحراشف اتاكد منهم. عندي كمان تنتين حراشف هذول راح نوديهم بلزموا. وفي واحدة صغيرة شو هذا التودة. هاي في كمان واحدة صغيرة صح؟ وينها؟ اتاكد هان من كل الكنانة. نعمل كمان لفة. هاي حراشف صغيرة لكن مفعولها قوي زي هاي. ثلاثة حراشف يعني نصح لنا كمان بنبعت بالضبط. عندي 25 أفعى. ممكن أدبر قبل ما نطلع كمان ثلاثة أربعة خمسة. طلع شو بعتيلي. في عندها أكسجين هاي؟ عندها عصاية موسى. هاي كمان واحدة هلقناها بصيروا 26.
حوالي 26 قفا. هاي ما انتبلقناها، بجوز ندبر كمان ولاكي كمان. اتمنى يا اخوان انه ينجحوا وتمشي الامور على خير ان شاء الله، وهذا الاشي منيح تمكين انهم ينتجوا امصال مضادة اصلية وفعالة جدا وتقل عدد الوفيات، لانه صار عدد وفيات بسبب قلة جودة المضادات. وان شاء الله كمان بيقدروا يجيبوا من كل الدول مثل دول الخليج افاعي وينتجوا من كل حية سمها الاصلي، ويتم يعني انه بيقدروا هم يستفيدوا ويطلعوا التكاليف اللي بيجيبوها ويصيروا يبيعوا للدول العربية. مثلا عفا الحرش موجودة بالسعودية، موجودة بالعراق، موجودة بعمان، موجودة بعدة، لكن الحرش انا ما بملك الا ثلاث، لكن بالامكان انه نجمع مع الفترة. ويعني بتمنى انه المشروع ينجح، وكمان ممكن انه يستخدموا ادوية يصنعوها من سم حية فلسطين بالذات. ونتمنى السلام للجميع وان شاء الله خير، وشو بصير معنا بنشوف كيف بمشي الامور والترخيص انه نطلع. الترخيص من الاردن ما في مشكلة جاهز، بس بضل باقي اكسو وان شاء الله خير. طبعا يا اخوان كان انا عندي قبل فترة سنتين غرفة كان تقريبا يوصل عندي 60-70 العدد، لكن ما في، لو بعرف انا من اول الناش نكون من 10 سنين 11 سنة. يعني لو كان الاشي من قبل كان حوشت، لكن الموضوع صار بسرعة فكان حوشت اكبر. ليش؟ بيجي عندي مدارس بعطيهم للمختبرات بعلموا الاطفال عليهم. وان شاء الله كدش بنقدر بنعاود نجمع.